دار أنتون للصوتيات والمرئيات تقدم ثاني إنتاج درامي لها، قصة حياة الشهيد فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، عن كتاب سيرة الشهيد العظيم فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، وبمراجعة دير الشهيد. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا نادي. يعني إيه اتأخرتي في النوم النهاردة؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهاردة، ولولا دوشة كاسيوس ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنت بتفكري في عريس جميل. عريس؟ عريس إيه يا أمي بس؟ يا سلام، درج عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليديا في قيصرية؟ صدقيني يا أمي أنا عمري ما خطر على بالي اللي أنت بتفكري فيه ده. يعني عايزة تفهميني إن في بنت في سنك ده ما بتفكرش في الجواز؟ طب إيه رأيك إن شفت نفسي لابسة أبيض فأبيض وطاير في الهواء زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا أمي بس أما أحكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. أهد كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحلم الجميل وقطعت على أمي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استنى يا كاسيوس انا عايزاك. الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجرالهم ايه. خد سيدتي. في ايه؟ انا مش شايفة ليديا. هي الدنيا ضربة ولا ايه؟ انا مش شايفة. كاسيوس اهدي يا سيدتي اهدي. سيدتي ليديا الحقينا. في ايه يا امي حصل ايه؟ انا مش شايفة يا ليديا. نور عينيا راح. انا تعبان. ما تقوليش كده يا امي. ليديا روحي بسرعة هاتي الآلهة. أنا عارفة ده لأن بسبب ده كله غضب الآلهة. روحي يا ليديا هاتي البخور أهو. هاتي البخور. يا سيدي وربي يسوع المسيح نور يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الإيمان. أيتها الآلهة العظيمة اشفيني رجعيني نور عليا وانا اقدم لك الذبايح سنة كاملة. اهدي يا امي انا بعت كاسيوس عشان ينده والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بايدك انت عشان يعرف الكل انك الاله الحقيقي. السلام لك ايها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم من واحد وسأعطيك أجرتك. يا سيدي أنا ما عرفكش. أنت باين عليه غريب عن المدينة. إزاي أشتغل معاك وأنا عبد لصاحب البيت ده؟ اسمع أيها المحب للإله، إن جسدي في هذه المدينة وسوف تبنى فيها كنيسة باسمي، فعندما يبدأ النهار خذ آلة حفرك وسر إلى البيت المهدم هناك واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب أبيض. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. والآن سأعرفك من أنا. اسمي فيلو باتير مركوريوس أبي سيفين، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلادية.
قامت كل الدنيا علي، حتى انكسر شعاع النور فعلي. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسر شعاع النور فعلي. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا علي، حتى انكسروا شعاع النور فعلي. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، حتى انقامت كل الدنيا عليا، حتى انكسروا شعاع النور فعليا. نورك انت منور قلبي، ايدك انت ماسكه ايديا، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك ده، مهما دقت من العذاب بلقى قلبي في حبك ده. وان ضعفت انت تقوي وترجع هدفي لو غاب، ولا صوتك بيناديني اسمعي قوي يانيني، ولا صوتك بيناديني اسمعي قوي يانيني، والاسف تاني في ايديا، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب، والعذاب يبقى سراب. الحقيقه مش انا اللي هسميه، اللي هيسميه جده. هو جده زمانه جاي اهو، جه هناك هو اللي هيسميه. ايه فين حفيدي؟ حفيدي اهو. ودي هديتك، هديتك يا حبيبي، حبيبي حبيبي حبيبي. احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل، طفل حلو زي شبهي بالظبط. ويا ترى هتسميه يا والدي؟ هسميه فيلوباتير. فيلوباتير؟ فيلوباتير يعني حبيب ابوه. انا عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهارده. فرحان يا والدي؟ فرحان؟ ايه اللي فرحان؟ ده انا فرحان قوي قوي عشان الالهه وهبتنا طفل، طفل جميل
حفيدي يا حبيبي. وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت. العمر الطويل ليك يا والدي، شكرا للآلهة. اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكره هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده هنقدمه للآلهة في المعبد الشرقي. وانا بيتهيألي ان انا هصطاد للواد حفيدي يا حبيبي. اتقالي ان انا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. انت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجة يا والدي، عشان انا احسن واحد بيصطاد بسهم واحد. امرك يا والدي. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك وخيولك، خيولك بالذات لازم تتمم عليها. تلاش يا والدي، كل شيء هيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا والدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبص لي حفيدي يا حبيبي. والصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني، وياك تبعت لي التاني ابو وش احمر ده عشان انا مش بحبه بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتأخرش علينا. وانا اقدر اتأخر عليكي وعلى فلوباتير؟ سيدي جولديانوس. نعم خير. سيدي الكبير في انتظارك. حاضر. اسمع من ياس، طول فترة غيابي مش عايز عينيك تبعد عنهم، مش عايز اي شكوى. انا روحي فداهم يا سيدي. انا بالطبع. تروح وترجع لنا بالسلامة. راعتك الالهة يا سيدي. انا بيتهيألي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا لا لا، انا يتهيألي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا لا، ده متلغم بالغزلان لان انا وانا صغير قبل انت ما تتولد انا كنت باجي اصطاد هنا. اهو ايه مالك انت بتقرش في ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو اشوف الغزاله من دول المحها. انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع الغزاله تجري والسهم يجري وراها، غزاله تجري السهم يجري وراها، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، لغايه اما يخلص على القطيع كله. كل انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. اه تتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، تعباني شوية. سلامتك. سيدي. ها؟ ايوه. نصبنا الشباك. كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا. انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيته الاجراس؟ كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعي عشان انا مبسوط منك. امرك يا سيدي. ادخل اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجه. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل بالسيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا إله الصيد العظيم، احسن صيدنا لنقدمه ضحية لك يا إله الصيد العظيم. يلا يلا عشان اسندك. قوم انت تعبان، ده انتوا جيل تعبان. يلا Thank you.
ديانوس، يقول لك الرب يسوع المسيح: أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك إني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه تتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي أنت بخير؟ شكرا للآلهة. سيدي سيدي مش عارف، مش عارف إذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا ساردس، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والأرض أراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيرة كانت غايبة عني. شكرا للرب، شكرا للرب، شكرا للرب. يظهر إن الخضة أثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمعوا، لموا أدواتكم، هنرجع ونرحل. أمرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الآلهة اللي أنقذتك. آلهة إيه يا ابني؟ دي شوية أوثان صنعناها بيتينا، لكن الإله الحقيقي ساكن في السماء، صانع الكون، خالق الناس كلها. هنرجع، يلا نرجع. ده اللي حصل، لساعة ما سيبنا البلد ودخلنا مقاطعة سكيتوس وسط الغابة. في ايه مالك؟ انت كمان بتشك فيا زي ما العبيد شكوا فيا وافتكروني اتجننت؟ لا ابدا، اصل انا كمان سمعت الصوت اللي انت سمعته في الغابه، والكلام اللي انت قلته انه حصل انا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وانا دلوقتي بس امنت ان النعمه اللي احنا نلناها بسبب اله المسيحيين، الاله الحقيقي. كوريانوس، قم الآن وخذ امرأتك وابنك واذهب إلى أسقف المدينة وأعلن إيمانك ليتم عمادك لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب. من النهاردة يا كوريانوس، بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت أنت وعائلتك من الأسرار المقدسة باسمك نوح، وده الاسم اللي أنا عمدتك بيه، أما أنت فسفينة، أما فيلوباتير فأنا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاة. أنا عارف إن فيلوباتير معناه حبيب أبوه السماوي، لكن إيه معنى نوح وسفينة؟ نوح يا ابني نبي من أنبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تأسس العالم بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان، واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم، حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني إيه الذبايح ناقصه؟ ايه خلاص خلصت يا مولاي؟ الصياد المسؤول عن الذبايح اعتنق المسيحيه. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحيه، شيء جميل. انتم اكيد جننتم يا مولاي، الاشاعات ماليه المدينه كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحيه عن تجارته الرابحه؟ يا مولاي، الجماعه دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب دايما، المصلوب المصلوب. وانتم فايدتكم ايه؟ ها، مش قادرين تجبروهم على ترك العقيده دي؟ يا مولاي، العقيده دي عقيده سحريه ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم، رجال حرب، رجال حرب.
رجال حرب تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء. انت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي. في اللوبيتير نام؟ ايوه. وانت ما نمتيش ليه؟ الحقيقه انا قلقانه. من ايه؟ من اصحابك اللي زاروك الصبح. خايفة ليوصل للوالي خبر إيماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. والأسبوع اللي فات اشتريت نمر أفريقي من أشرس أنواع النمور. أعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيلة تانية. لكن إيه؟ مولاي. إيه؟ في إيه؟ جورديانوس يا سيد الوالي. ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين أمرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده أعظم صياد وحوش ومورث حيوانات هنا في الولاية. طب قبضوا عليه ليه؟ أكيد غشاش. أبداً، لا غشاش ولا حرام، إنما اعتنق المسيحية. وإيه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحية؟ أنا سمعت إن معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلاً، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيد الوالي، الأسير جورديانوس يا مولاي. ايه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك ايه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. دينا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والأمراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من أجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. اي رب؟ المصلوب؟ النجار؟ تصوروا يا جماعه ان رب الجماعه دولة نجار، اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي، انا ما بنكرش ان الهي وسيدي يسوع المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبه. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقيه، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش، ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب؟ نفسي اعرف ليه اله يتولد فقير. عشان يعلمنا التواضع ايتها الاميره. التواضع؟ التواضع. وايه مساله الصلب دي؟ مساله الصلب مساله فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بايه وليه؟ اظن يا سيدي مهما كانت الديانه اللي بتدين بيها الخلق صفه الالهه. من هنا حبدا معاك الحوار. عندما خلق الله الانسان على صورته ومثاله وضعه في جنه عدن وامره ان ياكل من جميع اشجار الجنه الا شجره واحده. ها كمل لما نشوف اخرتها. لكن الشيطان اغرى المراه. لا ده انت زودتها قوي. ارجوكي ها كمل. اغرى المرأة بايه؟ بان تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني؟ بل عصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان لما الامبراطوري قرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين، ويجي واحد زيك انت يعتنقه؟ تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي انا عصيان، مش كده؟ انت حكمت على نفسك يا جورديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. ياه، الليل جميل قوي، بيوحي بأجمل عبارات الحب. اكيد
أكيد إن الإلهة ديانا فرد التبه الأزرق على الكون. إيه؟ مالك يا مولاي؟ ها؟ لا مفيش. مفيش إزاي؟ أنت مش معايا خالص. تفتكر إزاي واحد زي جوريديانوس يرضى إنه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لأ، تتصادر كل أمواله علشان دين الناصري؟ يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول، شايف الجو الجميل ده؟ لابد إن الدين ده في حاجة بتخليهم يضحوا بكل شيء من أجله. إيه ده؟ في حاجة يا مولاي؟ أنتي مش سامعة حاجة؟ اسمعي كده. مش سامعة غير صوت خرير المياه. لا لا لا، أنا قصدي صوت الغنى، في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك، صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك أنك بتسمع الموسيقى والغنى ده. أنا بقى كده اطمنت أنك فعلا بتحبني. أنا بتكلم جد، اسمعي، الصوت ده جاي من هنا، من ناحية معسكر الجنود. فعلا مش قلتلك؟ ده الصوت ده جاي من ناحية السجن. معقولة؟ معقولة المساجين بتغني؟ تعالي تعالي نشوف فيه ايه. مولاي الوالي، ايه؟ في ايه يا عم؟ جوردانوس وعائلته في السجن يا مولاي. ايه؟ عاملين حفلة؟ من وقت ما قبضنا عليهم وهم عمالين يغنوا اناشيد دينيه، والناس اللي حواليهم عمالين يغنوا معاهم. وانت ما عرفتوش يسكتوهم؟ كل ما نيجي نقرب منهم رجلينا تتسمر مكانها يا مولاي. تصفح عني يا مولاي. سبق وقلت لجلالتك ان ديننا امرنا بطاعه الملوك والامراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي، احنا المسيحيين بنحب كل الناس، ما نكرهش حد ابدا. ده اللي انا حسيته واخبرت بيه. جوردانوس، انا هعوضك عن كل ما لحق بك من اهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جوردانوس على المقاطعة الشمالية، وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته، ورد جميع أمواله وأملاكه وعبيده، وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده، واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي انا اشكرك على كرمك، ولكن انا عايز تصحيح بسيط. تصحيح ايه؟ نعم اذا سمح مولاي.
اسمع اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. انا اخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد ايماني اصبح اسم نوح. هذا افضل لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم. في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. يا والدي عاوز أسأل سؤال. قول يا فلوباتي. صحيح بيتحول الخبز والخمر في القداس لغز الرب ودمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسه اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كله هذا هو جسدي. ثم اخذ الكاس وشكر وبارك واعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرار. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسوس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. تفضل. هات شوف تعالوا ورايا. حاضر يا سيدي. عايز تتمرنوا كويس عشان لما تكبروا تمسكوا ده. عظيم عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخواني. اثناء المبارزه لابد انك انت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفايه شرب بقى، انا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب. قصدك ايه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها، والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولايه كلها، يستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيد القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها انت كفايه شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، ومين هو مين هو الأمير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه طول عمري؟ أنا بكرهه. طب اهدى، أنت سكران قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. هجوم! فلنشكر الرب على انتصارنا على البربر.
وأشكركم جميعا على ما أظهرتموه من بسالة ونضال أثناء المعركة. والآن فلنستعد جميعا للعودة إلى الأهل والأحباب. وطبعا المجد ده هيتنسب له، وأكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة واحنا كلنا معاك. أكد على رجالتك. حصل. لازم الأمير نوع يموت، لازم أقضي عليه هو وجنوده وتولى على المقاطعة. تؤمر بحاجة تانية؟ أيوة، الخطة اتغيرت. إزاي؟ إحنا مش هنهجم عليه وهو في خيمته، إنما أوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمتهم. وانتوا كنتوا فين؟ للأسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها عزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة لي إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي، نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أنك لن تتركني ولن تسلمني يد أعدائي، لأني أثق من رحمك وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حقد البشر، من حقد الشيطان. نجني يا رب، نجني وأعني، نجني يا رب من يد أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي يطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتح الباب، فكوا القيود. انت مين يا راجل انت؟ ومين الراجل اللي كان منور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا لما تشوف حكايتك ايه وحكاية الملاك بتاعك. تعال. تخاف لأني معك. القائد بونتوس. مولاتي الأميرة، يبلغك الوالي العظيم بوفاة زوجك في ساحة الشرف، ويرسل لك تعزيه، ويبلغك أيضا يا مولاتي العظيمة أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاتي، شو
شوف يا عم نوح، انت النهارده ضيفي، يعني انت معزز مكرم، والقصر كله القصر كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه كمان، العبيد دول كلهم كلهم تحت امرك، يعني تعتبر ان هم رجالتك. كشوار يعني انت هنا راجل ايه؟ معزز مكرم. كل حواليك دول كلهم حواليك كلهم بقى ايه؟ انتوا عفنتم. خدت بالك؟ وكل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمة هي وعودك يا رب. سيدة سفينة، في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحت عايز اكلمك في حاجة مهمة. في ايه؟ في حاجة حصلت لفلباتير؟ لا يا لا لا، فلباتير بخير الحمد لله. امال في ايه؟ قلقتني. الوالي يا مولاتي في الطريق ليك عشان ياخدك لقصره. ليه؟ انا ما اشتكتش. وانت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعة. سمعت انه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولاية. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. وهو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا، وهيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعة. اشكرك يا كلوديوس، لازم نشوف اي طريقة للهرب. انا جهزت كل حاجة يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجة من ذهب وجوهرات، اي حاجة تحتاجيها في غرفتك حالا. وعندما حضر الوالي إلى قصر نوح لم يجد سفينة وابنها، وأبلغه الخادم الأمين أنها في أيامها الأخيرة قد حطمها الحزن على فراق زوجها الأمير نوح، فقررت ترك القصر ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيدي الملك، الأمير نوح على الباب. سيدي الملك، أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا يا أمير نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. فين يا أمير نوح؟ تعال جنب هناك؟ نعم يا سيدي. اتكلم عشان أقول. سيدي الملك، أنا بقالي سنة وخمس أشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني. ولو ما تكملش يا امير نوح، انا فهمت انت عايز تقول ايه، لك ما تريد، ولو ان ده هيحرمني من وجودك جنبي. ارجو ان مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي والبس ملابس العسكريه لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي يا ابانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعده فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ ايوه يا ابانا. يا ريت يا ابانا ابقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي انا وفلوباتير. ان شاء الله يا بنتي، ربنا دبر امورك. المفاجاه اسلجت صدري يا امير نوح. انا كمان كنت مشتاق لرؤيه جنابك ايها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم ايه؟ يا امير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا إن صحتها تعبت في الأيام الأخيرة، وحالتها النفسية كانت صعبة جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين، ولا الأمير فلوباتير راح فين. لا لا يا أمير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت إنك لسه على قيد الحياة ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا أمير نوح، أنا طبعا عارف
ان انت السبب في انتصارنا على البربر، لكن ارجو انك تغفر لي. في غيابك يا امير نوح كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعه، وانا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا امير نوح، انا هوليك على مقاطعه على حدود بلاد الروم، ايه رايك؟ اللي يؤمر بيه مولاي. ومرت السنين، اصبح فيها قديسنا شابا يافعا. وقد احسنت امه سفينه تربيته التربيه الدينيه الصالحه. سيدي يسوع المسيح، أعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيع، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لإغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمني وارحم روح والدي نوح، وحافظ على أمي سفينة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما أقول لك بكل شكر: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. نوح مات من زمان. يا رب يسوع، مش معقول، مش معقول الشبه ده. يا أبانا، في حلم دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني. بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر، وبشم ريحة جميلة جدا صاعدة منهم. يا ابني، أنا شايف إن السماء عايزة تعلن لك إن ابنك وزوجتك على قيد الحياة، ولابد إن عناية الله حتدبر لقائكم. يا ريت يا أبانا، يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من أجلي يا أبانا، صلي من أجلي. ربنا يباركك. يا أمير نوح، بقالك مدة كبيرة وإنت على الحالة دي. مش عارف كنت بس الحلم ده بتكرر عليا كتير، مش عايز يسيبني ابدا. مش ابونا الاسقف فسره لك؟ ايوه، فاكسب ما حصلش حاجه. انا شايف ان اعصابك تعبانه شويه اليومين دول يا امير نوح. ايه رايك لو تخرج تنصيد السمك من البحيره بكره؟ فعلا عندك حق. عموما على البحيره فندق جميل جدا اسمه فندق الغربه، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الامير نوح ما كانش عنده حظ النهارده، اصطاد سمكة واحدة بس. يا سيد، وانا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن اعمل ايه؟ حظ كده مع السمك. امي خير؟ اسمع يا فلوباتير، في امير بيزور الفندق وانا شفته في الحديقة، انا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا امي. البس يا ابني لبس الجندية واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه وتديله التحية. ليه يا امي؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه.
أنا أؤمن أن الله هيعطيك نعمة قدامه. أمرك يا أمي. أنت مين أمرك تركب حصان الأمير؟ أنت جبت اللبس ده منين؟ وإيه اللي ركبك الحصان ده؟ أنت مين؟ يا سيدي الأمير، أنا جندي وابن أمير وأمي أيضا أميرة. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي. أنت مين؟ أنا أم. إحنا عيلة صغيرة، زوجي كان صياد وحوش وأشرق علينا الرب بنور الإيمان فأصبحنا مسيحيين، وأعطاني الرب اسم سفينة وأعطاه اسم نوح. أنا نوح، أنا نوح يا زوجة الحبيب، أنا نوح. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. لبثير ابني والدي. ربي وإلهي ومخلصي وفادي يا يسوع المسيح، أشكر مراحمك، أشكر محبتك، أشكر عنايتك. أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب لوباتير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه وأن يتعرف على ابننا فلوباتير. أعطنا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. معك لا نريد شيئا على الأرض. اذكرنا يا رب متى تأتي في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير فلوباتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك. فعلا يا كونتينوس عندك حق، رجوع زوجتي وابني أدخل البهجة لحياتي وللقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة، وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا. زوجتي جوليانا، هيرمان، فيوباسا، كندور، اخر العنون. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا اميره وسلامه الامير فلوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اشكر شعوركم. وانت يا هيرمان؟ يا ولادي انا فرحان برجوعك انت والامير فلوباتير. اشكرك يا هيرمان، وانا شايفه كده انك هتكون فارس من الفرسان العظام. انا خادم من الامير نوح من مجال. خلاص نعينك وزير. وانت يا فيوسا؟ السعيده برجوع الاميره والامير فلوباتير. دي حاجه احنا كلنا شاعرين بيها، لكن انا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ ابقى زي ماما. ست بيت يعني؟ وخادمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، داومي على الصلاة والصوم والتناول واكيد الرب هيحقق لك كل مرادك. وانت بقى يا اخ العنقود؟ انا عاوز ابقى زي بابا. وزيرة يعني؟ عال، يبقى عندك اتنين وزراء. الامير في البديل. من النهاردة نفلو باتير انت قائد من قوادي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. امرك يا ولد. ها ها ها.
اسمح لي يا رب أن أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما أنتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، أدخل إلى فرح سيدك. ربي لاشتهاء أن أنطلق. وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلوباتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش اخبار عن البربر دول؟ اطمئن، في عهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر. شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس، تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون فيه أخبار مهمة. النهاردة أنا بزف لكم أنا الإمبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهاردة أعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى. ولقد اتخذت أنا وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس قرار أرجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر، لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليه نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الإمبراطور ديسيوس والإمبراطور فاليريانوس. وافق. أنا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الإمبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الإمبراطور، القائد ماركوس. سيدي الإمبراطور ديسيوس، سيدي الإمبراطور فاليريانوس، السادة أعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف الملك البربر المهزوم دليل على ولائنا للإمبراطورية وللإمبراطور. تقدم أيها القائد. أحب أقدم لكم أكبر قوادي ومساعدي واللي كان سبب في النصر معاي، القائد بارتوليوس. أنا مسرور بلقائك يا ماركوريوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي أنت أحد قوادي العظماء، وأنا رأيتك إلى طبقة الأمراء. يا أشكر مولاي الإمبراطور على هذه الثقة الغالية. أشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. حقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقاسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون.
أنا خايفة يا ابني لو عرفوا أنك مسيحي. يا أمي لازم تعرفي أن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي ليه، وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ادخل الباب، حرام عليك سلاح، حرام عليك حرام. ابني ايه؟ ماله ده؟ سيدي القائد، العبد ده ضبطناه وهو بيسرق من المطبخ سيدي. فكوك ورا، حاضر سيدي. تعالى ورا. حاضر يا سيدي. انت سرقت ليه؟ الجوع. الجوع هيبتدي يا سيدي. ليه؟ هو انت ما بتدلكوش ياكل؟ بنديله ثلاث وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقه يعاقب علينا؟ عارف يا سيدي، لكن ارجوك لا يحمل غضبك على عبدك. اتكلم، في ايه؟ دافع عن نفسك. انا صحيح عبد عندك يا سيدي، لكن ليا هم مسني واخواتي صغار ومظلومش عائل غير، وعايشين خارج القصر، وكنت كل يوم بناخد نصيبي من الاكل والشرب والمرمى من فوق سور القصر، والنهارده لما اديتهولهم جه وسرقت عشان ناكل. يعني عايز تفهمني انك بتحرم نفسك من الاكل عشان خاطر تعول امك واخواتك؟ عظيمه محبتك، لكن انت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في الحقيقه ما حبيتش اتضايق عليك لان مشغولياتك كتيره. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر، وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير، بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمه دي؟ طبعا لا، لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا بحرب جديده من تاني. هنهزمهم بقوه الاله العظيم. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس وماركوريوس يبقى مش ممكن البربر هتقوم دوله ابدا. على شرف روما العظمى. اهلا اهلا اهلا. ايه ما وحشتك؟ اتفضل. وحشتيني جدا جدا، بس اعمل ايه؟ الحرب خلصت. استاذن انا. مين الضابط ده؟ ده القائد ماركوريوس. خليك استاذن. خليك ما تستاذنش. لونا. لونا؟ لونا بنت اختي، اجمل فتيات روما. القائد ماركوريوس. قائد صغير كده. القيادة مسلمة يا سيدي. لونا، اسمي لونا يا ماركوريوس. أيوة ديسيوس ماركوس، تعالى 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 ماركوريوس. أرجوك يا سيدتي أنا لازم أمشي دلوقتي. ماركوريوس ما تنسيش أنت في حفل الإمبراطور، ما تقدرش تنصرف، يعني أمرك من الآلهة. اقعد يا ماركوريوس. انت مين؟ انا فيلوفاتير ماركوريوس، ابن الامير نوح وقائد في الجيوش الامبراطوريه. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصليش الشرف. وايه بقى حكايه ماركوريوس دي؟ الجنود اللي اطلقوا الاسم ده عليا في المعركه. ماركوريوس المنتصر. الحقيقه اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا ماركوريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه، اقدر اعرف اسمها؟ افضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد؟ من روما يعني؟ يجوز. لا ده انت باين عليك غويط قوي، بس مش على لولا. ارجوك يا سيدتي، انت عايزه ايه مني بالظبط؟ عايزاك. وانا ما انفعلكيش. علشان حبيبتك؟ للدرجات انت مخلص لها؟ لا،
عشان انا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي. مسيحي؟ ايوه. قائد من قواد الامبراطور مسيحي؟ وافخر ان انا مسيحي. على العموم ايها المسيحي، لنا لقاء تاني. مرقليوس تعال عزب. مرقليوس افتكر بايدي ممكن ادخلك السجن، وبايدي دي برضو ممكن ارفعك. خش اعمل عليه مرقليوس. تعال عزب كمل التمرين لحد ما ارجع لك. ايه الامبراطور ديسيوس باع الطالب فرقتنا حالا، خدها على قواد وجنود فرقه بارتيسيون الحضور فورا للانضمام الى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر عند وصول هذه الرساله. الامبراطور ديسيوس. معنى الكلام ده ان احنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وهنستعد للرحيل مع اول شعاع للشمس. امرك مرقريوس، تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. خلاص مسافر بالسلام. ايوه يا امي في الفجر. ارجوك يا امي هوني عن نفسك. الرب يكون معك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب، ينجيك من فم الأسود ومن إيدين أعدائك. أرجوك يا أمي عايز أسافر وأنا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام، سافر ربنا ينصرك. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم التفت الى معونتي يا رب، اسرع واعني ليغزى ويخجل طالبه نفسي، وليرتد الى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك، ليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. اما انا فمسكين وفقير، اللهم أعني أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطل. يا سيدي أنا ذاهب وتارك أمي بين يديك الحنون، احفظها يا رب من أيدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان، وارفع شأن المسيحيين. أمين. ديسيوس ترعاك الآلهة وترجع لي سالم المنصور. الامبراطور فاليريانوس هيقوم باعمالي اثناء غيابي في المعركه، اذا احتجت اي حاجه اطلبيها منه ما تتردديش. رافقتك السلامه. فاليريانوس كنا جايبين في سيرتك. شكرا يا مولاي. اطمئن كل المؤامرات الداخليه اتقضى عليها والامن مستتب والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبائح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين وخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهارده هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك وبفضل قيادتك يا ماركوس انت وبارفوريوس في قيادة الكتائب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا، رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا.
أما الفرسان بقيادة كمرقريوس مش هيهجموا إلا بعد أول إشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولاي. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا أبطال. على إذنك يا مولاي. تفضل. الرب نوري وخلاصي من من أخاف، الرب حصن حياتي من من أرتاح. عند اقتراب الأشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. المجد لك يا رب. أرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إله. مرقريوس وده معانا كبير قوي. انا اللي رفعته على راي المثل اللي بيقول تزرعه ويقلعك. لا مش هيقدر، مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمرقريوس مثل الامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قياده الجيش واتركن انا. انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي يخليك متاكد كده؟ لأن القائد المنتصر مرقريوس مسيح يا سيد القائد. انت بتتكلم جد؟ انا واثق من كلامي واتحمل نتيجته. اشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم احساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور، نور بيلف يحصد الاعداء حصد. معقول؟ بقولك انا شجاعه زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت انا الامبراطور ديسيوس ان يرقى مرقريوس قائدا للجيوش الرومانيه. وماركوس؟ ماركوس كبر خلاص، انا عايز شباب جديد. دا
دم جديد، شباب شجعان. شايفاك متحيز قوي مرقريوس. ما تنسيش ان هو سبب النصر. ابعتوا هاتولي القائد مرقريوس. القائد مرقريوس. والآن أيها السادة، أقدم لكم الأمير مرقريوس. وقد أعلناه قائدا للجيوش. الكلاب. أنا لازم أبلغ مرقص باللي حصل بالتفصيل الممل. كنت أتمنى أن أكون في المعركة بنفسي. يا مولاي، كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. أنت صحيح بطل، وبتعرف إزاي ترتب كلماتك. أشكرك. من دلوقتي يا مرقريوس هتحضر جنودك عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. فين مرقريوس؟ ما جاش. ليه؟ تعبان ولا حاجة؟ يا سيدي الإمبراطور. اسمح لي سيدي الإمبراطور. أقول له ولا تقول له أنت؟ قول له أنت. ما تقول له أنت. قول له أنت. أقول له. إيه في إيه؟ أيها الإمبراطور العظيم، يؤسفني أبلغك إن الراجل اللي أنت اخترته وخليته من الأمراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الإمبراطورية العظيمة مرضاش يجي علشان ما يبخرش الآلهة. أنت بتتكلم عن مين؟ عن مرقريوس أيها الإمبراطور العظيم. مستحيل أصدق. لازم حصل حاجة، أو يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الإمبراطور، لازم تتحقق بنفسك، لأن قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لأنه خاين. هاتولي الأمير مرقريوس. الأمير مرقريوس. مولاي الإمبراطور، أرسلت في طلبي. أيوة يا أمير مرقريوس، قرب. يأمرني مولاي. صحيح يا مرقريوس، هتنفذ أوامري؟ مولاي أنا جندي من جنودك. عاد أنا برضو كنت واثق من كده. في حاجة يا مولاي؟ اسمع يا مرقريوس، ايه رأيك في اليابل الحب والإخلاص بالجحود؟ سيدي الإمبراطور، الحب يقابله حب. تمام. ولما انت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدولة وانا اللي رأيتك ومنحتك اكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الإمبراطور. لا، عصيت أوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيدي الإمبراطور، لك كرامتك، أنا ما بنكرش إنك أنت أكرمتني وأعطيتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم أيها الإمبراطور أني لم أنتصر على البربر إلا بقوة صليب ربي وإلهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي، أخلاها عن اقتناع، لأن مجدا من العالم لا أريد. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود. وأنا بعلن أمام كرسيك الإمبراطور العظيم، أنا مسيحي وبفخر إن أنا مسيحي. خسارة، خسارة يا مرقريوس، وأنا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الأيام. يا سيدي الإمبراطور، باطل الأباطيل، الكل باطل، ولا منفعة تحت الشمس. تعجبني شجاعتك أيها القائد، لكن أنا اتهيالي إنك ممكن تغير موقفك شوية،
فحسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك، مفيش أي حاجة في الدنيا هتبعدني أو هتفصلني عن محبة المسيح. أنت مش عاوز تتعبني، وأنا مش هتعب نفسي. وما دام أنت بقى مصمم على عنادك، خلاص. حرس! خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوه مرارة الذل والهوان. يلا يا مركوريوس. القائد ماركوس بالبيت، خليه يدخل. بقالنا مدة ما شفناكش يا ماركوس. ايه، هيلين منعاك عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلوني عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عنا المدة دي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، انا ما يبعدنيش عنك الا الموت. ماركوس، نسيت ايامنا الجميلة؟ مش هنسى يا مولاتي، مش هنسى ايامنا الجميلة، ومش هنسى كمان ان الامبراطور بتاعك سرقك مني. الامبراطور في وادي وانا في وادي تاني، كنت فاكرة اني لما رفعت القائد للجيش انك هتكون جنبي، لكن يظهر ان جوازك من هيلين نساك الدنيا بحالها. ابدا، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن انتي، انتي الحبيبة. ماركوس، صلوا معي يا ابنائي لاجل فلورنتين مرقريوس ليرفع الله عنها هذه الكأس. يا اخواتي، انا هيلين اختكم في المسيح، زوجة القائد ماركوس، ليه نفوس في قصر الوالي وقد يساعد في البتير؟ لا يا ابنتي، نحن علينا فقط ان نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا ابتي، انا اقصد يكفينا انك بتبلغينا اخبارنا وعمل الله معاه. إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمت بي أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يخزون، ليخزى الذين يصنعون الإسم باطل. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك، واهدني إلى عدلك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح أيها الحبيب في البتير، ولا تخشى من زلات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جهرت به، لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على مركوريوس. مش هو ده البطل اللي عدت تمدح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر، أما حكاية مسيحي دي فمش دخلاني دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لونا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي، عرفني به القائد ماركوس، لأنه كان واقف زي الغريب، يعني حبيت أزيل عنه غربته وشعيره بالألفة، لكنه رفض أنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده؟ يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته؟ ابعتوا هاتولي السجين مركوريوس، فكوا قيوده. لسه برضو مصمم على موقفك يا مركوريوس؟ يا سيدي الامبراطور، انا لا انكر اكرامك الجزيل علي، لكن اي محاولة تحاول تفصلني بالمسيح والهي مش هتجيب معايا اي نتيجة، لاني مسيحي ولا اخاف العذاب ولا اخاف الموت،
في سبيل ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مركوريوس ارفع البخور علشان خاطري إكراما للآلهة. وعلى فكرة أنا بوعدك إنك هتكون تاني واحد في المملكة، وهجوزك بنت من بنات أخت الإمبراطورة. آلهتك أصنام فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها عين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها، بل كل من يتكل عليها. اخلص! يعني تقصد ان احنا اصنام؟ انا حسامحك في دي كمان، وعشان تعرف ان انا بحبك مش عايز اجبرك تسجد للآلهة. كل اللي انا برجوه يا مرقريوس انك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف لي. مرقريوس اخر مرة بدي لك فرصة للرجوع. انا لا اخاف تهديدك، لاني سانتصر عليك بقوة الاله، وسافضح ابليس ابيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه يجلد بكرامتك حتى الموت. بمنظر بطل الحرب مرقريوس. مرقريوس لسه ما عقلتش يا مرقريوس؟ ربي وإلهي يسوع المسيح، أسرع أسرع إلى معونته. عزموه ولعوا النار تحت رجليه، واي واحد من الحرس هيبقى دم النواه حرقيه. فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مرقريوس مات مات. السلام لك ايها المجاهد المثابر الغالب، تقوى فان الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفتحه هو واوثانه. لا تخف من عذابك، لانك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. يا ترى مش عارفين مرقريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات مش معمول. سيدي الامبراطور، حصلت حاجة غريبة امبارح بعد ما سبت الساعة انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الامير مرقريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا، شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد، بصينا لقينا المسجون كأنه ما حصلوش أي حاجة. أنت مجنون! أنا عايزك تيجي تقول إنه مات! 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 الله، ده ساحر يا مولاي، أكيد ساحر. طبعاً هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم، ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مرقريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلقوك على شجرة بالمقلوب. افعل ما تريد يا الامبراطور، ليس سلطان على جسدي فقط، أما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هم ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد إيه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في إنسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي، خصوصا نضيع وقتنا معاه. فعلا
إلى اللقاء فلوباتير ماركوريوس. إيه مالك؟ مش عارف إذا كنت غلطان في مسألة ماركوريوس دي ولا لأ. يا مولاي أنت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم أنت اديت له كل الفرص. أيوه، بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وأنا أكافئه بإن أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن وأعذبه العذاب ده كله؟ يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لأوامرك للتبخير لآلهتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس أنا برضو أنا هريحك. إيه؟ عندك اقتراح؟ عندي. قولهولي بسرعة. لونا. لونا؟ لونا، مفيش غيرها. ولونا دخلها إيه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المرأة؟ فتش عن المرأة؟ وضحي، أنا مش فاهم حاجة. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك، الضيوف عايزين. انت مين؟ انا لونا يا ماركوريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رضيتش توشي بيك عند الامبراطور رغم انك تجاهلت حبها. وانت انت يا ماركوريوس اللي وشيت بنفسك؟ لونا، افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان انا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الامبراطورية. ومين ابو اللي في السماء؟ انا على استعداد اني اتوسط لك عند الامبراطور، وانا عارف انه بيحبك، بس لازم تبخل للآلهة. يا اختي، آلهتك انت والامبراطور حجارة صماء لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن الهي اله حي. وهو فين الهك ده وما انقذكش ليه من العذاب اللي انت فيه فدمت بتقول انه حي؟ مبارك يا ماركوريوس حبيب الرب، من اجل ايمانك وتمسكك بالرب الذي ارسلني اليك لامسح جروحك. قوم معافى باسم المسيح. يسوع المسيح أراد أن يضمك لقضية، سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهب الآن إلى أسقف مدينتنا لتنادي العماد على اسم يسوع المسيح وأعلني إيمانك، ولا تخافي من الذين يقتلون الجسد. أنا مسيحية يا ماركوريوس. أيوة أنا مسيحية.
مولاي. ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك يا مولاي. الأميرة لونا جاتني وادتني أمركم المختوم بالختم الإمبراطوري فنزلتها للسجين، وفجأة حصلت زلزلة وشفنا نور عظيم، الرسالة وقعت من إيدي ولقيت الأميرة عمالة تصرخ وتقول أنا مسيحية أنا مسيحية أنا مسيحية. وإيه كمان يا أدريانوس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر، انا شفت النور، شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، واله المسيحيين هو الاله اللي هعبده، يسوع المسيح هو الاله الحق. أنا المرة دي هحرقه بإيدي وهحرقك أنت كمان. خلاص يا مولاي، المرة دي مش هيفلت من إيدي. اشعلوا النيران. النار جاهزة يا مولاي. قتل حول على فيك بنفسي يا مرقريوس. ظبط مجنون، ابعت فاطمه انا اشوف اخرتها معاه. امرك يا مولاي. في ايه؟ مرقريوس مات وريحنا. مات ايه انت يا اخرى؟ ده صحي وبقى معافى وسليم. مش معقول، معافى سليم؟ تعال تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه؟ مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مرقريوس انا بحبك، والاخر مره هطلب منك التبخير للالهه. ملعون انت والهتك. مرقريوس انت بتسبني انا والالهه؟ يبقى خلاص خلاص يا مرقريوس، لحظتك جه ميعادها. بامر من الامبراطور يؤخذ مرقريوس القائد الاعلى للجيوش الرومانيه الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخيل لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية كبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تسلس. يؤخذ رأس مرقريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخيل لآلهتنا واعتنق دين النصري، يوقف يا سيسريك وتقطع رأسه بحب السيف. الإمبراطور تسلس. أرجوك امهلني لحظة. إليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي مرقريوس، قد صعدت صلواتك وطلواتك إلي، فتعال الآن لتستريح مع الأبرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان.
ودي حكايتي أيها المحبوب كاسيوس. قم الآن وتمم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه إيه؟ سترى. قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. فرطون الليل جنب السور بيعمل ايه؟ هو اللي عمل ده حد. لازم يتعاقب. ايه انت بتعمله ده يا حفار القبور؟ وايه اللي انت مطلعه ده؟ سيدي ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت نازل عليك اتجننت. اي ايدي والدي ارحمني ايها الشهيد ارحمني. مش عارف احرك ايدي ارحمني. والدي اشكرك ايها القديس واشكر الهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمنت إن دينك على حق، أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. سلام لك يا فيرينيا. مين؟ أنا فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفاء، وها أنت قد شفيتي، فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيع على اسمي ويضع جسدي فيه.